بسم الله، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله المحاضرة الجديدة هيكون المحاضرة رقم 11. تعال نفتكر بسرعة، المحاضرة رقم 10 كانت بتتكلم على ايه؟ كانت بتتكلم على شوية للكنترولر، البي دي كنترولر والبي اي دي والحاجات ديت، وكانت بتتكلم على الراوث تيبل او الراوث استابيليتي. احنا ازاي نحسب الاستابيليتي بتاعت، او ازاي نعرف هل السيستم ده ستيبل ولا مش ستيبل، عن طريق تيبل. والشخص اللي كان عامل التيبل ده اسمه راوث، فهو اسمه راوث تيبل. ودي ميثود، يعني انت تعرف طريقتها بتبقى عامله ازاي، وتعرف امتى اطلع ستيبل وامتى اطلع ان ستيبل. وطبعا في برضو اللي هو الليميتيكلي ستيبل، اللي هو ممكن تظهر في سبيشال كيس 2 اللي احنا قلناها المره اللي فاتت، ان انت تجيب الاوكزيلري بولينوميال بتاعتك وتشوف لو مفيش ساين تشينج يبقى هتحسب الروتس بتاعه الاوكزيلري بولينوميال او الاوكزيلري ايكويشن، وتشوف الروتس بتاعتها، وهي دي هتكون اللي هتعرفك الاستابيليتي بتاعت السيستم. بس طبعا لو في ساين تشينج خلاص كده السيستم انستابل من غير ما تتشك على حاجه. المحاضره دي كلام عن حاجه جديده شويه او حاجتين جداد شويه، فانت اعمل لك كوبايه الشاي كده ايه وروق دماغك واتفرج على الفيديو. بس معلش قبل ما تتفرج، في لينك فيدباك تحت كده على نهايه الترم كده، عشان دول اخر فيديوهين، يعني محاضره 11 و12، ففيدباك يعني مش هاخد منك بالظبط 10 15 ثانيه، هتمنى بس كده شويه حاجات اعرفها. وبس المحاضره دي بتتكلم على ايه؟ المحاضره دي اول حاجه فيها بتتكلم على الروت لوكس. الروت لوكس ديت انا مش عايز اقول لك هي عباره عن ايه دلوقتي، بس هقول لك دلوقتي المثال بتاعتها، او هقول لك دلوقتي هي بتيجي ازاي، او هي عباره عن ايه، وبعدها هقول لك هي بتستخدم في ايه، او هي ليه في حاجه اسمها كده اصلا. بص، هنرجع للمعلم بتاعنا الجميل اللي كل اول محاضره لازم نرجع له، اللي هو البلوك ديجرام اللي احنا حافظينه هنا جي اس، ومطلع هنا الاوتبوت بتاعي واخد فيدباك اسمه اتش اس، وطالع كده في هنا طبعا الحساب الايرور بتاعي، وفي هنا الريفرنس سيجنال بتاعتي، وفي هنا الايرور بتاعي، وعندي حاجة زيادة هنا عشان أحسب الروت لوكس اللي هو الكنترولر بتاعي، اللي هو هنا هيكون بروفيشنال كنترولر، اللي هي هنسميها جي، هنسميها جي. يبقى الجي ديت هي جين للسيستم بتاعي. يبقى ايه هو السيستم بتاعي كله على بعضه كده؟ هو عبارة عن ترانسفير فانكشن هنا بتاعت السيستم، ودي مثلا في المثال بتاعنا هيكون واحد على اس في اس بلس اي، وعندي فيدباك عادي جدا هيبقى هنخليه يونيتي فيدباك بواحد بس عشان سهولة الحسابات يعني. وفي هنا كنترولر. علشان تحسب الروت لوكس فانت عايز توصل ليه الروتس بتاعتك، روت لوكس يعني الاماكن بتاعت الروت، فانت عايز توصل للروت بتاعك هيكون شكله عامل ازاي بشكل عام كده بالفاريبل اللي هو كي. فبتغير الكي هيتغير معايا اماكن الروتس. بس انا تقريبا قلت لك معاني الروت لوكس، بس هنرجع لها كمان شويه. فدلوقتي انت عايز تجيب ايه؟ عايز تجيب الترانسفير فانكشن الاساسيه بتاعتك. ترانسفير فانكشن بتساوي ايه؟ هتساوي لك كل الفورورد باث اللي هنا، وعلى واحد زائد، عشان هنا نيجاتيف فيدباك، هنا دي بوزيتيف يبقى هنا نيجاتيف فيدباك، على واحد زائد الفورورد باث في الفيدباك بتاعك او الفيدباك باث. فالترانسفير فانكشن هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى كي بتاعتك مضروبه في الواحد على اس اس بلس اي، ده اللي فوق كده، على الواحد بلس المفروض يونيتي فيدباك، المفروض الفيدباك يتضرب في اللي فوق، بس هو مفيش فيدباك انا عنه يونيتي، اللي هو الفيدباك بواحد يعني، فهيبقى بنفس الطريقه كي مضروبه في واحد على اس في اس بلس اي. هتبسط شويه، طبعا احنا عارفين الشكل دوت عشان نبسطه بنضرب فوق وتحت في الدينومينيتور بتاع اللي موجود يعني، فهتضرب فوق وتحت في اس في اس بلس اي، فهيبقى لك فوق كي على، وهضرب تحت في اس اس بلس اي، كده ضربت دوت في الواحد يبقى زائد تضرب هيبقى لك الكي. فتعال نبسطها شوية، المنظر بتاعها هيكون عامل، خليها هنا كي على الاس سكوير بلس اي اس بلس كي. كده انت جبت ايه؟ تعال بس نزود صفحة كده عشان ننزل براحتنا ونطلع براحتنا. كده انت جبت الترانسفير فانكشن بتاعت السيستم بتاعك، حلو كده، بالكي بتاعتك، بالكي بتاعتك. فانت دلوقتي عايز تشوف الروتس بتاعتك، الروتس بتاعتك او البولز بتاعت الفانكشن. البولز بتاعت السيستم هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ان الدينومينيتور دوت يساوي زيرو، وانت بتجيب البولز، فتبقى اس سكوير بلس اي اس بلس كي، عايز تساويها بزيرو عشان تعرف تشوف قيم الاس اللي عندها الدينومينيتور، او عندها اللي عندها الدينومينيتور بيساوي صفر، او عندها الترانسفير فانكشن او السيستم بيساوي انفينيتي. ده تعريف البولز بتاعتنا عادي. فعشان تجيب البول للمعلم دوت هو عادي سهل وكل حاجه، بس انت عندك هنا يعني هنا كي وهنا ايه، فانت ما تعرفش الكي ولا تعرف الايه، فهتضطر تروح
تجيبها بالمعادلة بتاعتك اللي هي بتاعت ال square equation اللي هي ال s واحد واتنين بتساوي سالب a موجب أو سالب root ال a square ناقص الأربعة k على الاتنين a الاتنين، تمام. وأنا كده كتبتها بشكل مباشر، بس هي الأصل بتاعها إن هي سالب b بلس أو ماينس b square ناقص أربعة c على اتنين a. فيعني بص انا هكتبها لك هنا عشان ما تتلخبطش، هي اصلها ايه؟ سالب بي موجب او سالب روت البي سكوير ناقص الاربعة سي على الاتنين ايه. فالبي اللي هنا هي البي اللي هنا اللي هي الاي، فالبي دي عندي في الايكويشن بتاعتي هي الاي، والسي بتاعتي هنا هي الكي اللي هي اللي ما فيهاش السالب، والاي عندي هنا اللي هي الواحد اللي هي هنا اللي هي الواحد دي. فكتبتها على طول هي سالب ايه، عشان سالب بي هي السالب ايه ديت موجب او سالب البي سكوير اللي هي هتبقى ايه سكوير، معلش يعني هو الرموز شبه بعض بس هي ده الحل بتاعها يعني، زائد فين ناقص الاربعة كي، الاربعة كي اللي هي اصلها اربعة سي تبقى اربعة كي على الاتنين ايه، الايه بتاعتي بواحد علشان هنا بواحد. فده المنظر بتاعها. تعال نبسطها شوية ونقسم الاتنين دي على الاتنين على الاتنين دول عشان اوصل لصورة اوضح شوية. تبقى سالب ايه على الاتنين موجب او سالب روت الاي سكوير، ندخل الاتنين جوه الروت، ماشي. تعال ندخل الاتنين جوه الروت، الاتنين عشان ندخلها جوه الروت هيبقى عامل ازاي؟ الاتنين دي اعتبرها ان هي كانت اصلا تحت الروت، فعشان تطلعها بره الروت هتخليها اتنين، تمام. فهي الاتنين دي بره الروت، عشان تدخلها جوه الروت المفروض تبقى اربعة. حلو، انت لسه هتدخل جوه الروت، فهتبقى اي سكوير على الاربعة. انت برضو هتقسم الاتنين ديت على الاي سكوير لوحدها وعلى الاربعة كي لوحدها، ف هتقسم الاتنين ديت على الاي سكوير، فهتبقى هنا اربعة، تبقى اي سكوير على اربعة. فممكن تاخد يعني هتبقى اي سكوير، انا محبش اقول من غير ما اكتب، يعني اي سكوير على اربعة، فممكن تقول ان هي ايه على الاتنين الكل سكوير، صح. فتعالى هنا كده هيبقى تحت الروت طبعا، ما تنساش الاي على الاتنين الكل سكوير ناقص الاربعة كي، فهتبقى اربعة كي على اربعة عشان دخلت الاتنين جوه الروت، فتبقى اربعة كي على اربعة فيها كي. بس ده المنظر بتاع الروتس بتاعتك. يبقى الروتس دي ال A دي خلي بالك اللي المسؤول عليها هو السيستم بتاعك، ال A دي جوه السيستم بتاعك، ممكن تكون بواحد ممكن تكون باتنين، هي حاجة أنت عارفها، حاجة أنت عارفها. بس ال K دي هي الكنترولر، ده كده كنترولر اللي هو البروبوشنال كنترولر. الأماكن بتاعة البولز بتاعتك بيتحكم فيها الكنترولر بتاعك اللي هو ال K. فدلوقتي أنا عايز أشوف الروت لوكس. حلو كده، يبقى إيه هو الروت لوكس؟ الروت لوكس بمنتهى البساطة هي عبارة عن graphical method، هي graphical method. يبقى تعال نطلع فوق كده نكتبها، الروت لوكس هي عبارة عن graphical method. بتقول لك ايه؟ بتقول لك والله بتعرفك او بتحدد لك التأثير بتاع الكي بتاعتك على الاستابيليتي بتاعت السيستم. يعني ايه؟ مش احنا الاستابيليتي بتاعت السيستم بيتحكم فيها اماكن البولز، اماكن البولز بتاعتي اللي هي لو على الشمال يبقى ستيبل، لو على اليمين يبقى ان ستيبل، لو على الايماجينري اكسس يبقى ليميتد ستيبل. يبقى اماكن البولز بيتحكم في الاستابيليتي. طب ما اصلا الكي بتاعتي تتحكم او بتغير في اماكن البولز. فانا عرفت ساعتها ان الروت لوكس عامه او بتغير الكي، عشان ده هيطلع لي كذا روت، ده هيطلع لي كذا بول. تغير الكي هيغير لي اماكن الاس بتاعتي او البولز بتاعتي، فهتغير لي في شكل الاستابيليتي، او هتغير لي في يعني هتفهمني اكتر شكل الاستابيليتي بتغير الكنترولر بتاعي، او يعني بان اكبر او اصغر الجين بتاعي، ده جين كده اللي هو كنترولر. يبقى ده بمنتهى البساطة هو الروت لوكس. يبقى انت عشان تعرف ترسم الروت لوكس انت مش محتاج تعرف اي حاجة غير الرينج بتاع الكي اللي هو اصلا انت عايز تعرفه بشكل عام. فانت عايز تعرف شكل الروتس بتاعتك او شكل البولز بتاعتك لكل القيم الكي الممكنه اللي هو من صفر لانفينيتي. انت عايز تحط اي قيمه للكي، فعايز تشوف الروتس بتاعتك هتبقى عامله ازاي. فانا عشان ارسم البولز بتاعتي احط الكي بتاعتي من صفر لانفينيتي، عشان اشوف السيستم بتاعي هل هو بيوصل للانستابل بالزياده، ولا ممكن يوصل، ممكن لو حتى حطيت الكي بتاعتي انفينيتي هيبقى السيستم ستيبل برضو، وهكذا. فانا عايز اشوف، عايز اعوض عن الكي بتاعتي من صفر انفينيتي عشان اعرف اشوف الروت لوكس بتاعتي. فتعال نرسم كده ببساطه الشكل بتاعي، تعال بس نرسمها بوضوح اكتر. تعال نرسم كده من المسطره، ماشي. حلو، يبقى انا عارف ان اللي فوق دوت هو الايماجين اكسس اللي هي الجي اوميجا،
وتحت هنا السيجما اللي هي الريل اكسس، فعايز ارسم عليها من الصفر لحد انفينيتي اللي هو الكي، يبقى الكي بتاعتي من صفر لحد انفينيتي. تعال نحطها بالصفر، تعال نحط الكي بالصفر، يعني تعالى كده ادي اللون الاحمر، حط الكي بصفر، شوف هتساوي لك ايه. حط الكي بصفر، كي بصفر خلاص بقت بصفر. سالب ايه على الاتنين؟ تبقى سالب ايه على الاتنين موجب او سالب ايه سكوير على الاتنين تحت الروت، فالسكوير ده هيروح مع الروت، هيبقى ايه على الاتنين. ايه على الاتنين، يبقى سالب ايه على الاتنين موجب او سالب ايه على الاتنين، دي مرة هتطلع لك لو بالموجب هتطلع لك صفر، لو بالسالب هيبقى سالب ايه على الاتنين سالب ايه على الاتنين بسالب ايه، كانت بتقول سالب نص سالب نص فهي بسالب واحد. ماشي تمام كده، يبقى سالب ايه على الاتنين موجب ايه على الاتنين بصفر، مرة هتطلعك بصفر ومرة هتطلعك بسالب واحد. يبقى انت عندك هنا لما الكي بتساوي زيرو تطلعلك قيمتين للبولز بتاعتك، مرة بصفر ومرة بسالب ايه. سالب ايه ديت مفيهاش اي جي، فهي مش هتكون تحت ال... مش هتكون هي هتكون على الريل اكسس. تمام، يبقى هنا كده النقطة التانية بتاعت البول، هنا كده اللي هي سالب ايه وهنا كده الصفر. حلو كده، تعال نحط مثلا الكي بتاعتي نخليها بلون تاني، نخليها بالأزرق، حط الكي بتاعتي بواحد، يبقى أنا عندي الكي بتاعتي بواحد. هتوصل عنها إزاي؟ تعال نشوف، هتبقى سالب إيه على الاتنين عادي، سالب إيه على الاتنين موجب أو سالب روت الـ A على الاتنين كل سكوير موجب سالب، ودي موجب أو سالب سالب كي اللي هي سالب واحد. ماشي، ايه سكوير على الاتنين ده هيقل المعلم دوت كده، يعني اللي تحت الروت كله هيقل شوية، فلما تجمع لما سالب ايه على الاتنين، واحدة واحدة عشان انا مش هعرف احسبها لك عشان الايه ديت برقم مش عارفه، بس هوصلك دلوقتي بطريقة لطيفة. انت عندك الروت دوت كله لما الكي كانت بزيرو طلعت لك ايه على الاتنين، انت طرحت منها واحد، فالكلام دوت كله هيقل شوية. حلو، ده هيقل، فانت وانت في الموجب انت خلي بالك ان الموجب ان الصفر دوت جالك من الموجب اللي كان هنا، الموجب خليها الموجب اللي كان هنا هو اللي جابك الصفر ده. فدلوقتي احنا هنشوف لما تكون بموجب، هنشوف لما تكون بموجب بس، يبقى ايه، يبقى المعلم دوت كله كده قل شويه قل شويه، وانت بتجمعه انت بتجمع حاجه قلت شويه، يبقى كله على بعضه هيقل شويه، يبقى هيمشي شمال شويه، هيتحط هنا مثلا. ما فهمتهاش، تعال نحطها بالقيم. سالب نص الايه بتاعتي باتنين، حط الايه عندي بواحد، بواحد اسف، يبقى سالب نص موجب، انا خلاص شغال عن موجب روت الواحد على الاتنين اللي هي ربع، اللي هي واحد نص سكوير هتبقى ربع ماينس واحد. تعالى شوف لما ال a بتاعتي بواحد طلعت لك ايه، سالب نص هنا ربع ناقص واحد بسالب، فانت عرفت انك هتخش ثانية، هو لسوء الحظ ان هو الكي بتاعك هتوصل هتطلع فوق شوية لما تكون اكبر من الربع اساسا، فانت قلت لك الواحد ديت للكي، فدي يعني رينج بعيد شوية عن الستيبس اللي بيمشي بيها الكي، فانت سواء يعني ممكن تلغي كده اللي انا اتكلمت فيه بالازرق ده وكله وتقول يعني انت هتبقى عارفها ساعتها، يعني انا هوريك دلوقتي على الماتلاب، بس انا كنت عايز اوضحك شوية، بس لقيت ان الكي بتاعك المفروض تبقى 0.1 وتحسب شوية هتلاقي فعلا الكلام دوت بيخش شمال شوية، بس في الكيس بتاعت الواحد هتلاقي اصلا بدأ يطلع فوق، عشان هنا هيظهر لك imaginary axis، هيظهر لك imaginary board فهيطلع فوق شوية، ونفس الكلام وانت جاي من هنا هتلاقيه نزل في imaginary board تحت هيظهر لك شوية برضه. فلما يعني لما تمشيها خطوات اصغر شوية steps اصغر شوية هتوصل فعلا، يعني معلش انا يعني افهمها يعني خدها دلوقتي وهوريك على الماتلاب، هتلاقيها ان هي الكي بتاعتك هتبقى ماشية كده، هتمشي كده وهتطلع فوق كده، دي قيم دي شكل البول اللي هو عند الصفر ده لما الكي بتاعتك تزيد، لما الكي بتاعتك من صفر انفينيتي. نفس الكلام هيحصل للسالب ايه دوت لما نفس القيم بتاعت الكي، نفس القيم بتاعت الكي، بس لما تزيد شوية هتلاقيه ان البول دوت بيقل شوية، ولما يوصل عند النقطة دي هينزل لتحت. ماشي، يعني دوت كده نخليها بالاسود بقى، ده كده شكل التحرك يعني الحركة بتاعت البول بتاعت الصفر دوت، وده شكل الحركة بتاعت البول اللي هو بتاع اللي بادئ عند السالب ايه دوت. حلو، ممكن ما يكونش حلو، ولو ما فهمتش مفيش اي مشكلة، هو دلوقتي انا عايز اوصل لك ايه، عايز اوصل لك ان الكي بتاعتك بتغير، الكي بتاعك لقيت ان اماكن البول بتاعتك اتغيرت. حلو، يبقى طب انا مش عارف ان اماكن البول بتاعتي بتاثر على استابيليتي، لو البول بتاعتي في الشمال هنا هيبقى ستيبل، لو في اليمين هنا هيبقى انستيبل، لو في النص مش عارف هيكون اللي ستيبل وهكذا. طب دلوقتي
مش وارد ان لما الكيس تتغير السيستم بتاعتي يبقى unstable، يبقى خلاص انا عرفت ساعتها ان الكيس بتاعتي او الروت لوكس بتاعتي على حسب الجين بتاعي هيغير لي في او هي هيوضح لي شكل الاستابيليتي بتاعت السيستم. طب السيستم دوت بتغير الكي هيوصل unstable؟ لا، ليه؟ عشان على طول على طول هتلاقي حتى لما الكي تكون بانفينيتي خلاص انا عرفت شكل السيستم ماشي ازاي، او شكل الروتس بقت ماشيه ازاي، او البولز ماشيه ازاي. هي روت للدينومينيتور وبولز للسيستم، فايا كان بقولها لك ايه فهي يعني هي البولز بتاعت السيستم عادي. هتلاقيها حتى بانفينيتي هتطلع في الشمال، هفضل في الشمال، ونفس الكلام هنا هفضل في الشمال مش هروح هنا خالص. هنشوف دلوقتي مثال على الماتلاب ان هو مش هيكون شوية unstable، يعني هيبقى وصل لليفل يوصل unstable. طب دلوقتي أنا برسم إيه؟ أنا برسم البولس بتاعتي اللي هي برسم البولس بتاعتي على الجي أوميجا والسيجما. بس في الأساس أنا عندي ثلاثة فاريبل، عندي الجي أوميجا بتتغير، عندي اللي هو الإيماجينري بارت بتتغير في البولز، وعندي الريل بارت بتتغير في البول، وعندي الكي نفسها بتتغير في السيستم بتاعي. يبقى أنا عندي ثلاثة، يبقى أنا في العادي أو المفروض أعمل كده، يبقى دي الجي أوميجا بتاعتي ودي السيجما بتاعتي، وكمان يكون في أكسس للكي بتاعتي عشان يعرفني تغير الكي. فهنا بتغير الكي بتاعتي وبتغير الجي أوميجا بتاعتي وبتغير السيجما بتاعتي، هديني نقطة، النقطة دي اللي هي البول. نفس الكلام تعالى حتة تانية هتلاقي نقطة تانية، هتلاقي نقطة تانية. فالنقط دي كلها كده هي النقط اللي انا رسمها هنا. بس الفرق ايه؟ الفرق حاجة بسيطة جدا للتسهيل، او مش للتسهيل بس هو بيمشوا بيها على طول دوت، انك هنا وانت اول ما تبص على الثري دي بلان دوت، اول ما تبص عليه هتعرف قيمة الجي اوميجا، هتعرف قيمة السيجما، هتعرف قيمة الكي بتاعتك، من غير ما تعرف بقى هل النقطة دي هي بتاعت الكي ولا لا. بس انت خلاص انت وانس انك شفت النقطة دي عرفت التلات معلومات دول. طب هنا لا، انت لو شفت النقطة دي من غير ما تعرف اصلا ده على الكي او مش عارف ايه، بس لو شفت النقطة دي مثلا هتعرف منها ايه؟ هتعرف والله ان الريل بارت بتاعك مثلا وليكن سالب 2، والجي اوميجا بتاعتك بصفر، كده انت معرفتش الكي بتاعتك. طب هتعرف الكي بتاعتك منين؟ المفروض من السيستم ده. بس للتسهيل بقى هنا انت هتعرف كل نقطة حاجة عندك انت بقى كده اللي هو باك جراوند ديك، انت هتعرف ان النقطة ديت مثلا بينوب عليها الكي مثلا ب 0.1 مثلا او 0.2 مثلا ايا كان. فدي الفكرة، بس انك لو رسمت على 3 دي بلين هو هيكون طبعا اصح، وهي مش اصح بس هو هيكون صح، وهيكون هو الاوضح انك نقطة واحدة بس هتعرفك التلاتة على بعض. بس في الحل بتاع الروت لوكس ده كده انا برسم الروت لوكس، انا برسم على التو على الاس بلين بتاعي عادي اللي هو الجي اوميجا والسيجما بتاعتي عادي جدا، وهبقى ساعتها عارف ان في باك جراوند عندي ان النقطه دي بتعرفني ان الكي بتاعتي مثلا تكون يبقى ال 0.1 بتاعت الكي مثلا، ال 0.1 مش هعرفها من السيستم، مش هعرفها من الجراف، هنا كنت هعرفها من الجراف على طول، بس هنا انا هعرفها من نفسي انا عشان انا معوض عليها هنا مثلا ب 0.1، فعرفت ان ال 0.1 جابت لي النقطه دي. يبقى انا عرفت النقطه دي ايه؟ سالب 2 بتاعت السيجما والصفر بتاعت الجي اوميجا وال 0.1 اللي انا بعوض بيها. بس هنا كنت هكتب عادي تمام، واول ما هشوف النقط دي كنت هعرف على طول ان ده الكي بتاعتي. ماشي، احنا كده عرفنا بشكل عام الروت لوكاس عامل ازاي. تعال بقى ايه، نسيب القلم بتاعنا ونمسك الماوس بتاعنا ونشوف الماتلاب بيقول ايه. الماتلاب بيقول لك والله لو انت عايز تكتب اي ترانسفير فانكشن ممكن تعمل الكوماند دوت ان الاس بتساوي ترانسفير فانكشن اس، فهيعرفك ساعتها انك اي سيستم هتكتبه فيه اس هيعامله انه هيجيب لك ترانسفير فانكشن على طول. فانت مثلا لو عايز تقول ان الاس سيستم مثلا بيساوي، عايز تكتب اي معادله، تعال نكتب المعادله اللي احنا عاملينها ونفرض ان، تعال نكتب المعادله ديت ونفرض ساعتها ان الاي بتاعتي بواحد. تعال نكتب هي فين، نخليها دي اهي، نكتب الترانسفير فانكشن دي واليونيتي فيدباك خلاص هي بواحد، فانا عايز اكتب الترانسفير فانكشن. بص الروت لوكس بيتعامل ازاي، الماتلاب بيتعامل ازاي مع الروت لوكس، او انك ترسم الروت لوكس بيتعامل معاك انك بتجيب له الاوبن لوب ترانسفير فانكشن اللي هي الجي في الاتش اس. طب الكي بتاعتك مش هتكتبها له، هي الكي دي هو هيكون عارفها من الفانكشن اللي انت هتبعتها له اللي هي مش فاكر اسمها ايه، هشوفها دلوقتي، فايند لوكس تقريبا او لوكس. من الفانكشن دي هيعرف ساعتها ان اللي انت مديها له اوبن لوب لسيستم ناقص له كي دي، فهو بيحط الكنترولر دوت من عنده ويشوف لك تاثير الكي دوت على الاوبن لوب ترانسفير فانكشن. يبقى انت هتجيب له الاوبن لوب ترانسفير فانكشن اللي هي الجي اس في الاتش اس اللي احنا جبناها هنا اللي هي دي، بس من غير الكي اللي هي واحد على اس في اس بلس اي في الواحد ده، فانت هتكتب له دي بس عشان ده واحد طبعا خلاص واحد، لو هنا مثلا باي فانكشن فهتكتب له دوت في دوت يعني. حلو، يبقى انا في الماتلاب هكتب له الاوبن لوب ترانسفير فانكشن اللي هي ايه، اللي هي واحد على اس في اس بلس اي. تعال نكتبها،
والايه قلنا نخليها بواحد، دي من عندنا يعني. المشكلة ان انا لسه فاكرها ونسيتها. واحد على واحد على، هتكتبها له عادي بالاسات بقى، ان هي اس في اس بلس ايه. الايه قلنا خليها بواحد، يبقى خلاص عرفنا ان اي واحد ظهرت، او اي لما نشوف يعني في قيمة واحد، يبقى نعرف دي هي الايه بتاعت السيستم بتاعي. ماشي كده، انا كتبت السيستم بتاعي. ايه اللي حصل؟ ماشي، هو ماتلاب بيضايق شوية من الـ الكتابة يعني، بس كنا المفروض نعملها، نحط هنا علامة ضرب يعني، أو ما كنتش حاططها في الأول فجاب لي ايرور. أيا كان، ماشي خلاص السيستم بتاعي بقى هو الكلام دوت. عايز بقى أرسم الروت لوكاس، ففي فانكشن اسمها ار لوكاس، هترسمها كده بس خلاص. انت كده ايه، هيطلع لك الار لوكاس بتاعك. يبقى ده شكل، تعال بس نخفي دي الأول. يبقى أنا رسمت السيستم بتاعي اللي هو الأوبن لوب ترانسفير فانكشن، وجبت الروت لوكاس بتاعته. حلو، دي من غير الكي. هو خلاص الماتلاب خد الحته ديت وحط لها الكي بتاعه، وعارف مكان اللي بيكريت شكل السيستم بتاعك، وظبط لك الروت لوكاس بتاعتك. تعال بقى نفتح الرسمه دي ونشوف هل ده اللي احنا قلناه ولا لا. انا بس مكبر شكل الشاشه السكرين يعني عشان يجيب كل حاجه. في الاول خالص، مش انت هنا، مش احنا هنا قلنا ان لما الكي بتاعتك بزيرو هيطلع لك بول عند الزيرو وبول عند السالب ايه. تعالى هنا كده نشوف اهي، لما الكي بتاعتك بزيرو، لو دوست على النقطه دي كده اهي، لما الكي بتاعتك بزيرو اللي هي الجيم بتاعتك بزيرو، طلع لك البول بزيرو. هو هنا الاكسس بادئ من هنا، ده الزيرو يعني، ده كده الرايت هاند يعني الرايت سايد. الجيم بزيرو طلع لك بتاع بزيرو. طب تعال نشوف هنا كده، لما الجيم بزيرو برضو طلع لك بول بسالب واحد. يبقى هنا وهنا، معلش ثانيه بس ادوس بالظبط اهو، تمام. لما الجين بزيرو طلع لك البول بزيرو، لما الجين بزيرو طلع لك البول بسالب واحد، ده اللي حصل هنا. لما الجين بزيرو طلع لك مره بزيرو ومره بسالب ايه، احنا قلنا سالب ايه دي هتنوب عليها هناك بسالب واحد. طب تعالى نمشي شويه بقى، هتلاقي ايه؟ هتلاقي انك كل ما تزود الكي كل ما تزيد البول هتلاقيها بتقل 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 لحد ما الكي توصل بربع. هتلاقي بقى ان البول ظهر لها imaginary بارت وطلع لفوق كده. نفس الكلام اللي حصل هنا، هتلاقي ان كل ما الجين بيزيد نفس قيمة الكي، هي الكي بتطلع حاجتين موجب او سالب موجب او سالب، هتلاقيها بتقل 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 لحد ما توصل لنفس القيمة، وهتلاقي ظهر لك imaginary بارت هنا. يبقى الفكرة من هنا ايه بقى؟ الفكرة من هنا لو انت بقى عندك بول اهيت لكل قيم الجينز بتاعتك، الجين هنا ب 0.4، هنا ب 0.3، ونزلت تحت شوية توصل لنفس ال 0.4 0.473 اهي، ماشي ايا كان بس عايز اوصل، ماشي 77 كده. لما الجيم مثلا ب 0.7473 هيطلع لك بول عندك بالقيمه دي، وهيطلع لك بول عندك بالقيمه دي. فانت سواء بقى غيرت الجين براحتك في السيستم بتاعك، هتلاقي ان السيستم بتاعك على طول ستيبل، عشان ما راحش خالص ل الرايد هاند سايد بتاع السبلين ايا كان اللي هو اللي هنا يعني. تمام، يبقى احنا عرفنا شكل البول بتاعتنا بترسم ازاي على الماتلاب، وشكل الجيم بتاعك بالبول بتاعك. طب تعال نرسم فانكشن تانية أكبر شوية، أنا مجهزها أهي. السيستم بتاعك هيكون اسمه سيستم 3، ماشي. تعال نرسم الأر لوكاس بتاعه، الأر لوكاس بتاع سيستم 3. تعال بص هنا كده، هتلاقي إيه؟ هو ده مش سيستم 3، مش فاكر، ثانية. السيستم بتاعنا أنا رسمت سيستم تاني، السيستم بتاعنا هنشرحه في الفريكونسي ريسبونس يعني. السيستم بتاعنا هو المنظر دوت كده، ونرسم له الار لوكاس بتاعك. بس قبل ما ترسم، انت متوقع ايه يا عم؟ مش عايز ارسم، انت متوقع ايه؟ انت عندك تحت اس سكوير والله، وعندك كمان مضروبه في اس ومضروبه في اس كمان، فانت لقيت عندك تحت اس واس، يعني هتلاقي عندك تحت الاس باور 4، فانت اس باور 4 تحت، فانت متوقع شويه ان هيظهر لك 4 بول. حلو، عشان لو يعني اختصرت شويه، عندك الاس ب 0 والاس بسالب 5 والاس بسالب 15 والاس بسالب 20، كل دول البول بتاع البولز بتاع السيستم دوت. حلو، وعندك زيروز كده بسالب 7، ده ملناش دعوه بيه، مع الله يعني، على الله خالص. الار لوكاس بتاعت السيستم بتاعك هتبقى عامله ازاي اهي. تعال احنا قلنا عندنا بول عند الصفر اهو، عند الصفر البول عند الصفر اهو، مش مهم الجين دلوقتي. وعندك الجين بصفر يعني لسه مفيش اي جين خالص. البول التاني عندك بسالب 5، هتلاقيه ظاهر لك عند سالب 5، وليكن هنا مثلا، مش ده، ده سالب 15، هتلاقي سالب 5 الناحية التانية. وعندك السالب 20 هو دوت، سالب 20 هو ده. تعال بقى نتكلم، يبقى انت كده طلعت البولز بتاعتك، بس مش مع تغير الكي، انت لسه ما جبتش اي كي خالص. تعال نشوف، اول بول عندك كانت بصفر، هتلاقي والله ان الصفر دوت الجين دوت او البول دوت اللي هو بصفر، هتلاقي مع زيادة الكي بتاعتك، هتلاقي بص بيتحرك ازاي، زيادة الجين هنا وصل 542، هتلاقي نزل شوية نزل شوية، هتلاقي مثلا وصل 6.22 في 10 أس 3، فهتلاقي بيزيد بقى، هتلاقي وصل
لجزء معين دخل فيه الرايت هاند سايد، بقى عندك البول بتاعك الريل بارت بتاعه بقى موجب كده. انت عرفت ان السيستم بعد الجين دوت هيبقى انستيبل. طب تعالى نشوف كده البول التاني هنا اللي هو سالب 5، هتلاقي الجين بصفر برضه. ده البداية، ده البداية اللي احنا طلعناه من السيستم بتاعنا عادي اللي هو من الشكل بتاعنا. وانا بدأت اسجل ولا لا؟ اه تمام معلش. وصلت لايه انا فين؟ اه اهي عند سالب 5 هتلاقي الجيم برضو لما بيزيد شويه هتلاقي برضو وصل لنفس القيمه بتاعت الكي تقريبا، مش شرط يكون نفس القيمه بس يعني تقريبا نفس القيمه يعني ايا كان، هتلاقي دخل برضو في الرايت هاند فبقى انستيبل. طب الاثنين التانيين دول بقى اللي هم سالب 15 واللي هم سالب 20، انا قلت لك المره اللي فاتت ان عندنا البولز بتاعتنا اللي بتتحكم في الاستابيليتي ممكن يكون ليها ان دوميننت بول، يعني بولز مش متاثر قوي على الاستابيليتي زي البول ده وزي البول ده، اللي هما الاثنين دول مهما زودت فيهم الجين هما مش هي مش مش هما اللي هيخلوا السيستم انستيبل، يعني مش بمعرفتهم هتعرف ان السيستم انستيبل. يعني كل ما تزود الجين خلاص هو كده كده في الرايت هاند في الليفت هاند سايد خلاص بتاع الاستيبل، فكده كده انا عرفت ان البول دوت مهما زاد او مهما الجين زاد مش هيأثر في الاستابيليتي بتاعت السيستم. طب هنا نفس الكلام، هتلاقي ان هنا مهما البول زاد مهما الجين زاد مش هتلاقي برضو البول راخي في الهاند في الرايت هاند سايد. يعني بص الجين لما بانفينيتي البول هتبقى بسالب 7، هنا الجين لما بانفينيتي ممكن مثلا البول يكون بانفينيتي برضو ايا كان، بس هو هنا مش جايبها لك يعني 2 بوينت حاجه في 10 اس 5، فمش ما علينا ده، انا مركزين في هنا دوت دلوقتي. لما الجين عندك مثلا بانفينيتي هتلاقي توصل للزيرو بتاعتك، ده الزيرو خلي بالك ده الزيرو اللي هو اللي هي الاو اللي هي البوينت دي، احنا قلنا البول بتبقى اكس هات والزيرو بتبقى النقطة دوت. فبيقول لك هنا البول دوت كل ما تزود الجين هتوصل لقيمة معينة في الليفت هاند سايد برضو بتاع الاستبيان، فمش هيأثر في الاستبيان. بس الاتنين دول هما قريبين من الايماجيني اكسس، قلنا دوت هيكون هما دوميناند اكتر للاستابيليتي بتاعت السيستم او ههتم بيها اكتر للاستابيليتي بتاعت السيستم. وده اللي احنا عملناه في السكند اوردر اللي قلناه، اللي انت كل ما تزود الاوردر بتاع السيستم، بص كل ما تزود الاوردر بتاع السيستم هنا اس باور 4، انت الاوردر هنا 4، اتعاملت بنفس الطرق بتاعت احنا قلنا يعني مش هنا ما اتعاملتش هنا، بس احنا قلنا في المحاضرات اللي احنا قلنا فيها السكند اوردر سيستم او السكند اوردر ريسبونس، قلنا ان كل ما تزود الاوردر احنا اشتغلنا معادلات كتير قوي للسكند اوردر اللي هو التي بي والتي اس ومش عارف الماكسيمم اوفر شوت والكلام دوت، وقلت لك في الاخر انك لو زودت زيرو مش هيأثر معاك في المعادلات، ولو لو زودت الاوردر اللي تحت لو اس بقى زودت بول تحت فهتلاقي ان البول زادت ناحيه الشمال ومش هتلاقي اثر قوي معاك في الاستابيليتي. فانت هتشتغل بنفس الطرق او نفس القوانين بتاعه السكند اوردر سيستم اللي هما الاثنين دول هما اللي هيأثروا في السيستم بتاعك بس. يبقى ده كده كل حاجه تقريبا اتقالت في المحاضره ليها علاقه بالروت لوجاس. وعايز اقول لك حاجه بس كده مني ليك كده كاصحاب عادي، هو كان يعني الفيديو دوت هقفله على كده واشرح الفريكوينسي ريسبونس فيديو تاني، بس يعني هقول لك حاجه كده يعني هزار شويه بس هي جد صراحه، ما بلاش اوفر ثينكينج في الماده دي كتير، عشان اوفر ثينكينج في الماده طويله يعني البتاع اللي احنا كان في دوت كبير يعني موضوع كبير، فانت يعني احتفظ باللي اتقال في المحاضره او اللي انا قلته هنا بالظبط، ده بالظبط اتقال في المحاضره، وبلاش اوفر ثينك كتير في الماده عشان ممكن توصل لنقطه انت مش تفهم اي حاجه. فانا بوصل للنقطه دي كده لو ممكن اقعد مثلا ساعه ونص او ساعتين ببحث عن حاجه ما اتقالتش في المحاضره عشان اقول لك مثلا هنا فكره كده جبتها وانا في النص، فمش لازم مش لازم خالص الكلام ده، انا بعملها عشان انا حابب الماده الصراحه. فلو لو عملت اوفر ثينك كتير فمش مش هتبقى مفيده قوي في الماده دي، عشان زي ما بقول لك هي ماده كبيره جدا روت لوكاس دوت موضوع كبير جدا، مش ده بس ما اعرفوش ما بحثتش فيه بس اكيد هو موضوع كبير عشان الاهميه بتاعته، بس يعني خلينا في اللي اتقال في المحاضره بس يعني بس كده. شكرا جدا، وما تنساش الفيدباك اللي في الديسكريبشن تحت، واتمنى اكون استفدت في دوت، والبارت 2 اللي هو اللي بعده هصوره دلوقتي حاليا. بس كده شكرا جدا وسلام.